بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اولادك امين. انا عارف ان انتوا خايفين وانا مش جاي عشان اقول لكم ما تخافوش، بل جاي عشان اقول للبعض المستهتر اللي مش دريان بقول له خاف. طبعا تستغربوا لي، اسمحوا لي ان انا اقرا لكم جزء من نبوه أشعياء النبي اللي اتقرت علينا النهاردة الصبح. ما حضرتوهاش انتوا، ياريت تنصتوا كويس. يقول كده من سفر أشعياء النبي إصحاح 26 آية 20: هلم يا شعبي ادخلوا مخادعك، هلم يا شعبي ادخل مخادعك واخلق أبوابك خلفك، اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. دعوة من ربنا لكل واحد فينا انه يدخل مخدعه ويستخبى. ليه؟ حتى يعبر الغضب، مش يستخبى عشان خاطر ميكروب وكلام من ده، لا، الموضوع أكبر من كده شوية، ركزوا معايا شوية. لأنه هو ذا الرب قد خرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض، لأنه هو ذا الرب قد خرج من مكانه ليعاقب إثم سكان الأرض فيهم، فتكشف الأرض دماءها ولا تغطي قتلاها فيما بعد. فرصة لينا أحبائي الظروف اللي احنا فيها دي ان احنا نرجع ونبتدي نقعد مع نفسنا ونبتدي نراجع نفسنا ونشوف هل ربنا راضي عننا ولا لا، هل ربنا راضي عن تصرفاتنا ولا لا. واحنا بنراجع نفسنا عشان خاطر نشوف ان كان ربنا راضي عن تصرفاتنا ولا لا، اسمحوا لي اقول لكم ما مش معنى طول أنات ربنا إنه راضي عننا. ليه؟ انتوا شايفين الإلحاد وأعمال شبه سدوم عمورة موجودة في العالم، والقانون بيقننها والدول بتقننها، وشايفين إن الناس بتتلسن على ربنا وبتطول لسانها عليه على الآخر، لكن مش معنى طول أنات ربنا إنه راضي، بل من حق الله أن يغضب. وصعب الوقوع في يد غضب الله، عشان كده بينصحنا ويقول كده: ادخل مخدعك يا شعبي. كل واحد فينا الفرصة اللي انت هتقعدها في البيت دي، لو سمحت اقعد في هدوء، بيقول لك استخبى من الغضب، استخبى من الغضب اللي جاي. ليه؟ لأن ربنا خرج من مكانه لكي ينتقم من إثم سكان الأرض. هتقولي انت بتتكلم على الإلحاد والشذوذ الجنسي والكلام ده، حتى الشتيمة، حتى الكذب، حتى الحلفان، حتى النميمة، حتى الإدانة، حتى الكراهية، حتى البغضة، حتى عدم المحبة، كل ده لا يرضى عنه ربنا، حتى الغش بكل صوره ربنا ما يرضاش عنه. وبعدين تقول لي: هو ربنا ممكن ينتقم؟ اقول لك طبعا من حقه ينتقم، بس هو قبل ما ينتقم قال كده استخبى. طب اذا كان اللي حوالينا ده غضب ربنا، استخبى فين؟ ان كان العالم كله مضطرب، يعني الفيروس غطى العالم كله بلا استثناء، طب استخبى فين؟ ما فيش غير مكان واحد ينفع استخبى فيه، مفهوش الشر ده، وهو أن أختبئ في الله وحده. نستخبى في ربنا، استخبى في ربنا. أبونا بشوي كامل أينح نفسه في عظم الأزاد قال: لو أب غضبان على ابنه مسك له الخرزانة عشان يضربه، لو الولد جري من أبوه العصاية حطوله. أحسن حاجة إن الولد ده يجري على أبوه ويضربه في حضنه،
فمش حطوا له العصا لكن تطوا له ايد ابوه الحنينه فيطبطب عليه. فاحنا محتاجين ان احنا نستخبى في ربنا، وعشان كده المسيح قال ايه؟ اثبتوا فيا، اثبتوا فيا، واعطانا جسده ودمه، وقال كده من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. اما الغضب ده عشان ايه؟ هنشوف الغضب ده مين اللي ممكن يتأذي بيه. يقول لك كده: في ذلك اليوم يعاقب الرب بسيفه القاسي العظيم الشديد ليوسان الحية النارية، الحية المحتوية المتحوية، يقتل التنين الذي في البحر. يبقى إذن مقصود بيها الشيطان، عقاب ربنا موجه للشيطان، لأن الشيطان هيج الناس على ربنا وهيجنا بالخطية ضد ربنا، فربنا هيعاقب الشيطان. ولكن خلي بالكم، اللي ماسك في الخطية هيتأذي، اللي ماسك في الخطية هيتأذي. فعشان كده مش أذية ميكروم ولا حاجة، لا، لكن غضب الله الذي لا يحتمل. وغضب ربنا مش مجرد فيروس، اسمحوا لي. وبعدين يقول إيه بقى؟ في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يوم انتقام ربنا من الشيطان اللي بيغوي الإنسان على الخطية، فرح للكنيسة كلها. بيقول كده: في ذلك اليوم غنوا للكرمة المشتهاة. الكرمة المشتهاة اللي هي إيه؟ كنيسته. وكل بيت مسيحي يتوب، وكل إنسان يقدم توبة. عشان كده أحبائي أرجع تاني وأقول، أنا مش جاي عشان أقول لكم ما تخافوش، أقول لكم خافوا، بس الخوف الذي يؤدي إلى التوبة، اللي تؤدي إلى إرضاء ربنا فيحمينا من غضبه. يريد كلنا نرفع قلوبنا ونصلي ونقول: يا رب ارفع غضبك عنا وادينا توبة عشان خاطر نبطل اللي بنعمله اللي بيغضبك ده يا ربي، عشان ما يطلناش سيف غضبك. لإلهنا المجد الدائم للأبد، أمين.